اللي يخليك تسيب حضن أبوك؟ ربنا بيقعد يستعجب على الإنسان، يقولك أنا مديك كرم حلو، مديك بيتي، مديك كنيستي، مديك من روحي، مديك حاجات جميلة قوي، ليه تسيب كل ده وتسيب العز ده كله وتطلع برا؟ بس نرد على ربنا ونقول يا رب ربما الشيطان يغرينا بالضعف الجسدي، فربنا يقول لك صدقني مش هتلاقي برا حضن يحتويك قد ما أنا بحتويك. وزي ما بقول لكم كنا بنكلم في مثل الابن الضال، بنقول إزاي إن الابن لما طلع مع الشيطان برا ملقاش دفء، ملقاش محبة، بل لقى ذل. الحضن تلاقيه عند أبوك مش هتلاقيه غيره، الحضن هتلاقيه جوه الكرم. عشان كده الإنسان المرتبط بالكنيسة بيبقى إنسان مختلف، لأنه ضايق حضن أبوه. الإنسان اللي على طول بيخدم في بيت ربنا إنسان ضايق ربنا، بيدق عمله، بيدق إيديه، بيحبه.